أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا انتمائها إلى أرضى وشعبها متخلية بذلك عن الحزب اللي كانت بتنتمي إله سابقاً أي حزب القوات اللبنانية، وغردت عبر تويتر قائلة: بعتذر عن تأييدي أي حدا بأي يوم من الأيام حزبياً أو سياسياً أو حتى برئاسة الجمهورية، كلهم خذلونا، والفرق أنه نحن عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصر يغمض عيونه على الغلط. أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضي وشعبي وبس. ومن المعروف أنه إليسا بتأيد حزب القوات اللبنانية منذ أكثر من 20 سنة، واللي بيرأسه سمير جعجع، وقد صرحت من قبل ببرنامج أبشر مع الإعلامي نيشان أنها بترغب أنه يصبح زعيما، وقد وصفته إليسا من قبل بأحب الرجال على قلبه، لكنها تخلت عن هالحب بعد تصاعد الاحتجاجات بالبلاد بسبب الفساد والانهيار الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا، وصولا إلى حادثة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. فبعد ذلك أثارت الفنانة إليسا الجدل بتعليقها على مقطع فيديو متداول لعدد من الأشخاص بلبنان بينما يهتفون بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبة إياهم بالتوجه إلى إيران. ويظهر في المقطع عدد من الشبان اللي لابسين أسود وهن عم يهتفوا: سيد يا ابن الحسين، نحن أبناء الخميني، وهتفنا بالولاء لعلي الخامنئي. على حد تعبير، علقت إليسا بالقول: طب روحوا على إيران، الله والنبي معكن، بس حلوا عن سما ربنا. سيدي يا ابن الحسين، نحن أبناء الخميني. وكان اللافت هو تسريب تسجيل صوتي للفنانة إليسا، انتشر بشكل لافت وسريع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت بها التسجيل أنه ليس هناك أي مشكلة مع الشعب الإيراني، بل المشكلة الأساسية هي مع الأنظمة، على حد تعبيرها: لا حبيبي، أنا ما عندي مشكلة مع الإيرانيين بيبل، أوف كورس عندي مشكلة مع الأنظمة حبيبي.